هذا وأكد عدد من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف التزامهم بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية بوقف إطلاق النار. نتابع. بعد توقيع مع الطرف الآخر توقيع إطلاق النار تابعنا لقعدة الجبهات بالكامل. اليوم آخر زيارة لنا آخر موقع زرناه وآخر جبهة زرناها جبهة الغيل. جانب الطرف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أسلحتهم موجودة التراب عليها، الأفراد جالسين وملزمين بتوجيهات قيادتهم. مع بدء المباحثات في الكويت وتوقيف إطلاق النار نحن لم نرى من الحوثيين أي تجاوب في هذه الجبهة لإيقاف إطلاق النار. أما نحن فقد التزمنا من أول ساعة بدأت فيها الأوامر والتوجيهات لإيقاف إطلاق النار إلى مجلس التعاون الخليجي وإلى دول التحالف بأن الحوثيون ما يزالون يخترقون الهدنة المرة تلو الأخرى، لكن إذا زاد الصبر ووصل إلى حده سنضطر إلى الدفاع والهجوم عليهم حتى نصل إلى آخر أوكارهم في صعدة بإذن الله. نحن أبناء الجيش الوطني مستمرين ومرابطين في مواقعنا، والحوثيون لا زالون يخترقون الهدنة، ونحن صامدون مهما اخترقوا ومهما قاتلونا فأننا ثابتون، ونعاد شهدائنا الأبطال بأننا سنصمد وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا.